بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي نتكلم عن تصميم الطرق، وبرضه عشان ما نبقاش بنكرر نفسنا ونكرر كلام اتقال قبل كده او كلام موجود كتير جدا على اليوتيوب في شرح البرنامج، سواء عندي او عند الزملاء الافاضل. عايز ابتدي معاكم تصميم الطرق بعمل حاجه كويسه جدا، التمبلت الجاهز اللي انا هبتدي اشتغل عليه ده ان شاء الله هرفقه للشباب في بيما ريبيا، ان شاء الله يرفعوه لحضراتكم على الواتس او على الجروب اللي هم بتوصلوا اللي انتوا بتوصلوا من خلاله. التمبلت ده هنبتدي نشتغل عليه، فمش هنحتاج ان احنا نعدل في ستايلات، تمام كده؟ زي ما انتم شايفين كده السيفل قدامنا، هنروح نقول له فايل ونقول له نيو. هيقول لي اختار التمبلت اللي انت بتشتغل عليه. الطبيعي عند حضرتك يا باشمهندس البرنامج لما بيتسطب بيسطب اتنين تمبلت، واحد امبريال والتاني متريك. احنا بنشتغل على المتريك، تمام، بالستايلات اللي هي الافتراضيه بتاع البرنامج. لكن وانت شغال بتبتدي تعمل ستايل خاص بالالاينمنت، الليبل الخاصه بالالاينمنت، البروفايل التصميمي، الكروس سيكشن، الاسمبلي، كل الحاجات دي احنا عملنا ستايلات جاهزه. حضرتك مجرد انك هتختار بس التمبلت ده اسمه كي تمبلت 2020-1، هتقول له اوبن، هيفتح معانا هنا التمبلت بتاعنا بالستايلات بتاعتنا كامله وجاهزه نقدر نشتغل عليها مباشره. دلوقتي الرسمه اللي قدامنا دي الرسمه اللي هي درونج 15، هنقول له كنترول اس، هنحفظها على الديسك توب. عندنا فولدر اسمه بيم اريبيا، هنسميها مثلا لكتشر 2، وبعد كده هنسيبها. دلوقتي الفايل اللي اسمه لكتشر 2 ده فيه يا جماعه كل الاستايلات اللي احنا هنحتاجها اثناء التصميم. اي حد حابب يعرف الاستايلات دي بتتعمل ازاي ممكن يرجع بقى للمحاضرات بتاعتنا على اليوتيوب. عشان نقول معلومه ليها قيمه وليها وزن ومختلفه شويه، هنضطر ان احنا نشتغل على التمبلت ده عشان نقدر نقول كم المعلومات الموجوده عندنا ان شاء الله. عايزين دلوقتي نكريت سطح، تمام؟ فهنروح على سيرفيس، كليك يمين نقول له كرييت سيرفيس. السيرفيس ده هنسميه ناتشرال جراوند ليفل، سطح الارض الطبيعيه او منسوب الارض الطبيعيه. بعد كده هندخل هنا هنلاقي في حاجه اسمها الان جي ال او ناتشرال جراوند ليفل، دي عباره عن قاعده بيانات، لكن احنا بالفعل لسه ما عملناش سطح. امتى نعرف سطح؟ لما ندخل على قائمه البلس اللي جنب ان جي ال، ندخل هنا على الديفينيشن هنلاقي جنبها بلس. الداتا المتاحه بالنسبه لنا احنا ما عملناش ادراج لاي داتا، لا خريطه كونتوريه ولا اكسل شيت ولا تكست فايل ولا اي حاجه، بس لو عندي فايل مهيئ بره البرنامج اقدر اكون منه سطح. لو انا رحت على البوينت فايل دي قلت له كليك يمين وقلت له اد، وانا مهيئ فايل بره البرنامج زي مثلا الفايل اللي اسمه بوينت، هقول له اوبن، وهختار هنا طبعا الفورمات الخاص بيه اللي هو الاي ان زد، وبعدين هقول له اوكي. دلوقتي هو كريت لي سطح من الداتا بتاعتي وهي بره البرنامج، النقط اللي موجوده عندي انا كريت منها سطح وهي بره البرنامج، انا ما عملتلهاش ادراج داخل البرنامج. عايزين نتكلم النهارده عن تصميم ثلاث انواع من الطرق. الطريق الاولاني طريق خلوي، طريق خلوي، طريق بيوصل بين مدينه ومدينه، بين قريه وقريه، بين قريه ومدينه، طريق بره المنطقه الحضريه. فهنفترض ان احنا عندنا هنا مثلا الدايره دي بتمثل لي المدينه رقم واحد والدايره دي بتمثل لي المدينه رقم اثنين. انا عايز اعمل طريق يوصل بين المدينتين دول. فدلوقتي عندي سطح وعندي حدود المدينتين. هروح اسلك على السطح ده واقول له كليك يمين واقول له هنا سيرفيس بروبرتيز، افتح لي الخصائص بتاع السطح. هو السطح هنا واخد ستايل كونتور 2 ل 10، يعني كل 2 متر عامل لي خط كونتور ثانوي وكل 10 متر عامل لي خط كونتور رئيسي، 2 ام 2 ماينور و10 ام 10 ميجور، تمام كده؟ واضح جدا ان المسافات بين خطوط الكونتور بعيده، يعني خطوط الكونتور مش متكثفه، فبالتالي التضاريس بالنسبه لي مش واضحه. فعشان اعمل اقرب المسافات دي ممكن اختار هنا ستايل مثلا 1 ل 5 واقول له ابلاي عشان يبتدي يكثف لي خطوط الكونتور. برضو مش مدياني خطوط الكونتور اللي من خلالها اقدر اعمل الايه الديزاين بتاعي. هضغط هنا واقول له ان انا عايز اخد كوبي من الستايل ده، والستايل ده ممكن نسميه بيم ريبيا بي اي مثلا. هندخل هنا على الكونتور هنلاقي حاجه اسمها الكونتور انترفال، هنضغط عليها، وهنا طبعا هنلاقي الانترفال بتاع الماينور 1 ل 5، ده طبعا طبقا للستايل اللي احنا خدنا منه الكوبي. هنقول له لا خلي لي دي مثلا 10 سنتي وهنا لي نص متر، وبعد كده هقول له اوكي ابلاي، وبعد كده هقول له اوكي، وبعدين
هلاقي ان السطح اتكثف معايا في شكل خطوط الكونتور بالشكل ده. كليك يمين اوبجكت فيور، وريني شكل السطح اللي موجود عندك. ادي شكل السطح بتاعي. كل اللي انا عملته يا جماعه ان انا كثفت خطوط الكونتور الخاصه بالسطح ده. طيب دلوقتي عايز ابتدي اختار المسار بين المدينتين دول. طبعا اختيار المسار ده مش شغل مهندسين، شغل مهندسين تخطيط مش شغل مهندسين تصميم. يعني انا كمصمم المفروض ان انا بيجي لي المسار وبعد كده بشتغل عليه. تمام كده يا جماعه؟ طيب هستاذنكم ثانيه. طيب يا جماعه دلوقتي انا عندي سطح ارض طبيعيه وعندي مدينتين، عايز ابتدي اختار المسار بينهم. الجزئيه دي خاصه باخواننا الطلبه، الناس اللي لسه في مشاريع تخرج، والمفروض ان الدكتور بيدي له خريطه كونتوريه بالشكل ده ويقول له حدد لي المسار واختار لي مسار مناسب وقول لي اخترته على اي اساس. بص يا فندم، حضرتك هتطلع هنا على الالاينمنت تقول له كرييت الاينمنت باي لاي اوت، انا اللي هختار المسار بمزاجي بدماغي انا كمهندس. هنا هيقول لك اسم المسار بتاعك ايه؟ هقول له اسم المسار بتاعي مثلا رود 1. حلو؟ الطريق اللي بيوصل بين القريه ايه والقريه بي، او المدينه ايه والمدينه بي، هنسميه رود 1. بعد كده هندخل هنا، هننزل تحت على الداتا اللي موجوده تحت دي، هنلاقي في حاجه اسمها الجنرال وحاجه اسمها الديزاين كريتيريا. من خلال الديزاين كريتيريا دي هنبتدي ندي السرعه التصميميه بتاعتنا 90 كيلو متر في الساعه للطريق الخلوي، ممكن 90 ممكن 100 ممكن 110 على حسب نوع الطريق. تمام؟ وهنختار هنا حاجه اسمها يوز كريتيريا بيزد ديزاين. من خلال الحاجتين دول يا جماعه، السرعه التصميميه والكريتيريا بيزد ديزاين، اقدر احدد منها قيمه الرفع الجانبي الخاص بالسوبر اليفيشن. هلاقي هنا اي ماكسيمم 4%، 4 سنتي في المتر، وهلاقي 6% و8 و10 و12. على اي اساس بختار قيمه الاي ماكسيمم؟ بختارها على اساس السرعه التصميميه، لحد 100 كيلو متر في الساعه ال 4% ممكن تشتغل معايا. تمام؟ 100 كيلو متر في الساعه بختار 4%، اقل من 100 كيلو متر في الساعه بختار برضو اي ماكسيمم 4%، 110 120 130 بختار 6%، او على حسب بقى نوع الطريق وعلى حسب المعايير التصميميه الخاصه بالطريق بتاعي. عموما انا اخترت هنا السرعه التصميميه للطريق بتاعي 60 90 كيلو متر في الساعه، واخترت هنا الاي ماكسيمم 4%. هرجع تاني على الجنرال واقول له الستايل او شكل المسار اللي انا هعمله. انا هرسم خط، الخط ده هيبقى له لون معين او هيبقى له ستايل معين. دي كلها ستايلات، اي ستايل هتختاره حضرتك فيهم امين، البرنامج مش هيعترض، هيشتغل بيه ومفيش اي اختلاف ومفيش اي مشاكل انك تختار اي ستايل من دول. طيب انا عندي هنا البرنامج واقف لي على ستايل بروبوزد، مقترح، هو بالفعل انا هعمل طريق مقترح. هنزل هنا هلاقي في مجموعه من الليبلز، الالاينمنت ليبل، هلاقي ان الالاينمنت او المسار اللي انا هختاره ده هيظهر عليه نو ليبلز، مفيش كتابات هتظهر عليه، او اول ليبلز، كل الكتابات المتاحه انها تظهر على الالاينمنت تظهر على المسار بتاعي، او الميجر اند ماينور اونلي، او الميجر اند ماينور اند جيومتري. المهم احنا بقى عشان ما نتعبش نفسنا، احنا عاملين ستايل في الليبلز اللي احنا محتاجينها. هنسلك هنا ونقول له ان احنا محتاجين الكي ال اس، الستايل بتاعنا ده الخاص بالتمبلت. هنسلك ونقول له اوكي. هيظهر لي هنا النافذه دي. من خلال النافذه دي يا باشمهندسين، المفروض ان انا ادخل ابتدي احدد المسار بتاعي. طب انا لما هاجي ارسم المسار بتاعي باستخدام الماوس، هلاقي هنا في اختيار اسمه تانجنت تانجنت وز نو كيرف، في اختيار تاني اسمه تانجنت تانجنت وز كيرف، في اختيار تالت اسمه كيرف اند سبايرال سيتنج. انا اختار اي واحد فيهم. الطبيعي ان انا هقول للبرنامج انا هديك التانجنت وانت تديني الكيرفات. طب عشان اختار الاختيار التاني ده، يبقى انا لازم ادخل عند الكيرف اند سبايرال سيتنج وابتدي اديله نصف القطر المناسب للكيرف على المسار بتاعي، اللي يبقى وانا ماشي بالمركبه بتاعتي او بالسياره بتاعتي على الطريق وداخل على كيرف، ابقى في الامان، ابقى في السيف، العربيه ما تسيبش المسار وتخرج بره المسار. المركبه او السياره بتاعتي يا جماعه عباره عن جسم متحرك بيلف حوالين مركز دايره في منطقه الكيرف، الكيرف ده جزء من دايره. فالمركبه او العربيه بتاعتي عباره عن جسم متحرك بيلف بسرعه او بيمشي بسرعه حوالين مركز دايره، فبيحصل له قوه طارده مركزيه، فالمفروض ان انا ابقى مسيب نصف قطر يتناسب مع قيمه الرفع الجانبي او السوبر اليفيشن اللي هيلاشي القوه الطارده المركزيه دي، فلازم اديله راديوس مناسب. طب الراديوس ده نجيبه منين؟ هو هنا البرنامج بيقترح عليا ان انا اعمل الراديوس 200 متر. طب ال 200 متر دي كافيه ولا مش كافيه؟ محتاج ان انا ارجع للالاينمنت واقول له هنا ديزاين كريتيريا اديتور، دخلني على الكود او الاشتو، وبعد كده دخلني هنا على الالاينمنت المسارات، اختار من هنا المينيمم راديوس تيبل. انا مختار الاي ماكسيمم 4% ومختار سرعه تصميميه 90 كيلو متر في الساعه،
يبقى اقل نصف قطر المفروض يكون على المسار بتاعي ده 375 متر. فاقول له طيب تمام كده اقفل، وبعد كده نرجع هنا على الايه، على الكيرب اند سبايرال سيتنج، ونقول له لا القيمه دي مش كافيه، لازم نخليها 375 متر، وبعد كده هقول له اوكي. دلوقتي انا اديته المعايير اللي هيشتغل على اساسها، ارجع تاني اختار الاختيار تانجنت تانجنت وسكير. طيب هبتدي من النقطه دي، امشي ازاي داخل السطح بتاعي ده؟ امشي في منطقه خطوط الكونتور المتباعده، زي ما انتم شايفين كده عندي منطقه خطوط للكونتور، المسافات بين خطوط الكونتور وبعضها متباعده، وفي منطقه ثانيه المسافات متقاربه. المسافات المتقاربه دي ما تقطعهاش خالص، المسافات المتقاربه دي يا جماعه ما تقطعهاش خالص. ليه؟ لانها تزود معاك في كميات الحفر والرد. امشي اقطع خطوط الكونتور المتباعده بالشكل ده. لو لقيت دايره مقفوله على بعضها كده وحواليها مجموعه دواير برضو ما تقطعهاش، دي عباره عن مرتفع هضبه مثلا او منخفض بركه، تمام؟ طيب انا دلوقتي يا باشمهندسين لو جيت قطعت في النقطه دي ايه اللي هيحصل؟ برضو هقطع كتير او هردم كتير، هيزود معايا كميات الحفر والرد. نفس الفكره اللي هتحصل لو انت مشيت في منطقه فيها خطوط الكونتور متقاربه، المناسيب مختلفه الارض الطبيعيه، فانت عشان تهيئها او تعمل لها تسويه محتاج انك تقطع كتير او تردم كتير، تمام كده؟ لا خلينا نمشي في خطوط الكونتور المتباعده ونبعد عن خطوط الكونتور او الدوائر المقفوله على بعضها بالشكل ده، ونمشي بالشكل ده. اول ما هقول له ان انا عايز ابتدي اعدل او اغير في المسار بتاعي اخد مسار تاني، هيبتدي يظهر معايا هنا يا جماعه، هيظهر معايا كيرف، وده الكيرف اللي احنا ايه؟ اللي احنا كنا لسه مدخلين حالا الاعدادات بتاعته، الريديوس بتاعه 375، المفروض ان انا همشي لحد ما اروح اقطع عند المدينه الثانيه. ادي الالاينمنت بتاعي المفروض ان هو نزل، واخد الستايل بتاعي، واخد الليبل ستايل اللي انا اخترتها اللي هي الكي ال اس، كي ليبل ستايل، تمام كده؟ ده في حاله ان انا بختار المسار. لازم يا جماعه اعمل كيرف على المسار بتاعي حتى لو الارض عندي كلها مستويه، بس لو انا عندي هنا المدينه A والمدينه B المسافه بينهم 10 كيلو، مليون في الميه لازم اعمل كيرف في المسار، حتى لو ايه؟ حتى لو الارض مستويه. طب ايه الفكره ان انا اعمل كيرف؟ عشان السواق ما ينامش، لازم الطريق ما يبقاش ستريت، يعني ما ينفعش امشي 20 كيلو الطريق عندي مستقيم، لازم يبقى عندي كيرفات عشان السواق ايه يا جماعه؟ السواق ما ينامش. دي الحاله الاولى اللي المفروض بنتعامل فيها كطلبه مع الايه؟ مع الدكاتره. الحاله الثانيه بقى انا كراجل مصمم بيبقى جاي لي البلان، بيبقى هناخد بس جزء صغير كده من بلان. هنفترض مثلا هنرسم حاجه كده شبيهه باللي بيجي لنا في البلاد. دول خطين هنقول له اف انتر فلت، اف انتر ار انتر فلت امر فلت، وندي له مثلا راديوس 400، وبعدين نختار هنا الايه؟ ادي الفيرست انتيتي التانجنت الاولاني، وادي النكست انتيتي او التانجنت الثاني اللي انا عايز اعمل بينهم الكيرف. تخيل كده حضرتك الكيرف ده او الخط ده طبعا بيبقى جاي بالشكل ده، هنقول مثلا اوفست وناخد 20 متر، بيبقى عندي عرض شارع 20 متر، وطبعا بيبقى في شوارع رابطه عليه. يعني لو تخيلنا كمان ان احنا عندنا هنا خط كده او طريق متقاطع مع الطريق ده، بس بحاول ارسم شكل تخيلي لشكل البلان لما بيجي لك في مخطط بيبقى شكله عامل ازاي. غالبا بيبقى جاي لي البلان يا جماعه متقسم، يعني بيبقى في هنا مثلا جرين اريا، في هنا مدرسه، في هنا منطقه سكنيه، وبين الحاجات دي بيبقى في شوارع، الشوارع بيبقى شكلها عامل كده متصله مع بعضها بالشكل ده. يعني ده مثلا شارع رئيسي عرضه 20 متر، وده شارع رابط عليه عرضه 10 متر. دلوقتي لو انا حابب اصمم الشارع الرئيسي ده، تعالوا نسلك على السطح كليك يمين سيرفيس بروبرتيز عشان تبقى الدنيا ظاهره عندنا بقى. خلاص انا السطح
او الداتا المساحيه اللي انا كريت بيها السطح مش هينفع ان انا اختار مسار، انا مش مطلوب مني ان انا اختار مسار، انا بس هقول له هنا نو ديسبلاي، انا المسار بالفعل عندي جاهز، السطح موجود عندي، انا قفلت الستايل بتاعه، انا ما شلتوش، ما عملتلوش ديليت من الفايل. محتاج ان انا اصمم الطريق الكبير ده، الطريق ده طبعا رابط عليه طرق زي ما انتم شايفين، طريق هنا وطريق هنا، فانا محتاج ان انا اعمل ديزاين للطريق ده. عشان اعمل ديزاين للطريق ده باجي اقول له اوفست من اي خط، طبعا بكون عارف عرضه قد ايه، انا عارف عرض الطريق اللي عندي ده مثلا 20 متر، بقول له اوفست 10 متر وبختار الخط ده مثلا واخد منه اوفست كده 10 متر، وبعد كده بروح هنا على، ممكن اروح على الموديفاي واقول له بريك ات بوينت، اقطع لي عند الايه، عند النقطه دي، بنشيل الجزء الزياده ده، وممكن اجي هنا اقول له بولي لاين بي ال انتر، هات لي خط كده يربط هنا، سلك على الخط ده واقول له اي اكس انتر اكستند، واسلك على الخط ده عشان امده لنهايه الطريق. دلوقتي انا عندي بالفعل بلان، انا كل اللي انا عملته ان انا فرضت هنا ان ده المسار بتاعي ورسمته بالكاد. عشان احوله الالاينمنت زي الالاينمنت اللي فوق ده، بروح هنا على الالاينمنت اقول له كرييت الاينمنت باي لي اوت، هناك وانا بختار المسار كنت بقول له باي لي اوت، لكن هنا هقول له فروم بولي لاين. هبتدي اختار المسار من النقطه دي، من عند البدايه دي. هنا بيقول لي ان اتجاه المسار هيبقى ماشي الاتجاه ده، يعني الاستيشنز بتاعتي ستيشن 0 هتبقى هنا، بعد كده ستيشن 20 40 60 80 او ايا كان الانترفال اللي انت عامله في الاستيشن، هيبقى ماشي بالشكل ده، هنا ستيشن 0 وهنا اخر ستيشن عندك في المسار بتاعك. بيقول لي هنا، بيسالني بريس انتر تو اكسبت الاينمنت دايركشن اور ريفرس، اديله انتر عشان يقبل اتجاه الالاينمنت او اعكس الاتجاه. لو انا قلت له انتر او اديته مسطره هيقبل على طول كده، يقول لي طبعا انا هاخد المسار بتاعك وهبتدي اديك الترقيم ستيشن 0 من هنا وهكذا، تمام. وهنا الطريق ده هنسميه رود 2، هنختار هنا الكي ال اس اللي هي الليبل ستايل، وبعدين ندخل هنا على ديزاين كريتيريا نقول له الطريق ده، الطريق ده طريق داخل مدينه متحدد داخل منطقه حضريه يبقى سرعه التصميم بتاعته 60، يوز كريتيريا بيست ديزاين، نختار هنا جداول اشتو ليه ماكسيمم كام يا جماعه 4%، وبعدين اقول له اوكي. على طول هيحول لي الالاينمنت زي ما انتم شايفين كده للاينمنت من خلال البولي لاين. طيب دلوقتي عندي اثنين الاينمنت، ده الاينمنت انا رسمه باي لي اوت، وده الاينمنت انا رسمه فروم بولي لاين. مجرد ما حولتهم الاثنين للاينمنت يبقى التعامل معاهم واحد او ثابت. طيب ايه علاقه الالاينمنت ده يا جماعه بالسطح اللي موجود عندي؟ انا ليه عملت سطح؟ ما الالاينمنت بيتعمل من غير سطح عادي. تمام، الالاينمنت بيتعمل من غير سطح عادي، بس الموضوع محتاج مننا شويه تخيل. تخيل حضرتك ان سطح الارض الطبيعيه ده موجود قدام حضرتك دلوقتي، وانت جايب خيط تمام كده، وابتديت تقول انا هبتدي من النقطه دي، انت في الفراغ، انت مالكش علاقه بالسطح. هبتدي من النقطه دي واروح عند النقطه دي اعمل بي في اي، نقطه بي في اي بوينت اوف فيرتيكال كيرف انترسكشن، وهعمل هنا كيرف وهتجه في الاتجاه ده. الخيط ده منسوبه او انت ايدك فوق منسوب الارض الطبيعيه، مالكش علاقه بالارض الطبيعيه. لو انت سبت الخيط من ايدك يقع على الارض الطبيعيه، ايه اللي هيحصل؟ الخيط هيبتدي ياخد شكل تضاريس الارض الطبيعيه. طب هات سكينه واقطع تحت المسار اللي انت اخترته ده وبص على الشكل من الجنب، بص على شكل الارض الطبيعيه تحت المسار اللي انت اخترته، هتشوف حاجه اسمها القطاع الطولي او البروفايل. البروفايل ده عشان نعمله هنروح هنا نقول له بروفايل كرييت بروفايل فروم سيرفيس، هنختار هنا الخيط بتاعنا رود 1 او رود 2، دول بالنسبه لنا المسارات او الخيوط زي ما احنا بنشبهها، وبعد كده هنعمل اسقاط للرود 1، الخيط بتاع الرود 1 على الان جي ال، نقول له هنا اد وهنا نقول له درو، وهنا هندخل على الهايت ارتفاع الجريد فيو اللي هيظهر فيه البروفايل ده، نقول له مثلا خلي دي 1000 و 1000 مثلا، تمام، ودي نخليها 1020. الكلام ده ليه انا اخترت 1000 واخترت 1020؟ لان هو محدد لي مينيمم 1011 وماكسيمم 1014، تمام. فانا بكبر الجريد فيو شويه، لان انا لو قلت له خلينا كده على الجريد فيو، خلونا بدون تعديل، لو قلت له كرييت وضغطت هنا هلاقي ان البروفايل مضغوط، يعني الشبكه اللي ظاهر فيها البروفايل اقل منسوب فيها 1010 واعلى منسوب 1016. طب انا دلوقتي عايز اكبر الجريد فيو عشان ابتدي ارسم بروفايل تصميمي، حضرتك هتسلك وتقول له كليك يمين وتقول له ايديت بروفايل فيو بروبرتيز، وتدخل هنا على الاليفيشن، دي الخطوه اللي احنا كنا بنحاول نعدلها من جوه. هقول له لا، المينيمم اليفيشن هيبقى 1000 والماكسيمم اليفيشن نخليه 1025 مثلا، وبعدين نقول له اوكي.
كده كبر لي في الجريد فيو وشكل البروفايل بقى ظاهر عندي، اقدر اتعامل معاه، اقدر اشتغل عليه. تمام كده يا جماعه؟ تحت البروفايل موجود مجموعه من البندات، البندات دي خاصه بالتمبلت بتاعنا او الاستيلاب بتاعتنا. اول بنده بتوضح لي الستيشنز، المحطات اللي هي شبيهه بالستيشن بتاع الالاينمنت. وهنا عند كل ستيشن بيوضح لي منسوب الاو جي ال، منسوب الارض الطبيعيه، ومنسوب الجريدنج، وهنا فرق المنسوب في اماكن الكات وفرق المنسوب في اماكن الفيل. خلوا بالكم عشان في ناس من الناس اللي شغاله سيفل 3 دي بتبقى متخيله ان ده حساب كميات كات وفيل. لا، حضرتك هنا هتقارن بين خط وخط، فده فرق منسوب مش حساب كميات. دلوقتي انا عندي جريد فيو في بروفايل الارض الطبيعيه، عايز ابتدي ارسم بروفايل تصميمي، فهسلك واروح اقول له بروفايل كرييت بروفايل باي لاي اوت. هيقول لي انت مسلك على الجريد فيو الخاص بالرود 1. هقول له تمام. هيقول لي اسم البروفايل الجديد اللي انت هتعمله ايه؟ هقول له رود 1 ديزاين بروفايل. خلاص كده يا جماعه؟ هدخل على الديزاين كريتيريا، يوز كريتيريا بيزد ديزاين، وبعدين هقول له اوكي. ومن هنا هروح اقول له درو تان، هو يسالني بقى درو تانجنت تانجنت وسكيرف، درو تانجنت تانجنت وزود كيرف، ولو هتشتغل تانجنت تانجنت وسكيرف ايه اعدادات الكيرفات. خلوا بالكم النافذه دي او القائمه دي شبيهه بالالاينمنت، لكن دي خاصه بالبروفايل لاي اوت تول. تمام كده يا جماعه؟ طيب انا دلوقتي هناك في الهورزونتال الاينمنت كنت بختار الكيرف، الريديوس بتاعه كنت بختاره على حسب السرعه التصميميه على حسب السوبر اليفيشن. لكن هنا الكيرفات عندي انا مش هعتمد على الراديوس اصلا، لان الكيرف هنا مش جزء من دايره. في البروفايل الكيرف بتاعي يا جماعه مش جزء من دايره، في البروفايل الكيرف بتاعي بارابولا، فعشان كده انا هعتمد على طول الكيرف، هعتمد على اللينس اوف فيرتيكال كيرف. طيب نجيبه منين اللينس اوف فيرتيكال كيرف ده؟ حضرتك المفروض تدخل هنا عند الكيرف سيتنج، هتلاقي عندك نوعين من الكيرفات. النوع الاولاني حاجه اسمها الكريست كيرف، النوع الاولاني حاجه اسمها الكريست كيرف، النوع الثاني حاجه اسمها الساك كيرف. ده كيرف محدب وده كيرف مقعر. طيب انا دلوقتي عايز اديله طول للكيرف المحدب يتناسب مع السرعه التصميميه بتاعتي ويتناسب مع المسار بتاعي، واديله طول للكيرف الايه المقعر برضه يتناسب مع السرعه التصميميه بتاعتي ومع المسار بتاعي. طيب اجيب الطول ده منين؟ مش هقدر احدد له طول، لكن اقدر احدد له حاجه اسمها الكي فاليو، معامل التقوس لكل نوع من انواع الكيرفات دي. الكي فاليو الخاصه بالكريست كيرف نجيبها منين يا جماعه؟ هنخرج من الامر ده بشكل مؤقت ونروح هنا على الالاينمنت ونقول له ديزاين كريتيريا اديتور، هيدخلني هنا على الالاينمنت. طبعا احنا هناك في الالاينمنت دخلنا هنا ودخلنا على المينيمم ريديوس تيبل وجبنا الاي ماكسيمم سرعه تصميميه 90 عشان نجيب الراديوس على الهوريزونتال. لكن انا دلوقتي شغال بروفايل، يبقى المفروض ان انا ادخل هنا على البروفايل وادخل على المينيمم كي تيبل واختار جداول الاشتو 2011 البرنامج شغال بيها، وبعد كده هروح على الستوب سايد ديستانس اللي هي مسافه التوقف، المسافه الكافيه اللي تسمح لك وانت ماشي على الطريق تبقى شايف قدامك لمسافه تسمح لك لو في عائق، في حد قرر انه يقطع الطريق قدامك تقدر توقف العربيه قبل ما تصطدم بيه. الستوب سايد ديستانس تاني يا جماعه هي عباره عن ايه؟ مسافه المفروض وانا بصمم الطريق ابقى عامل حسابي كراجل ديزاينر ان الراجل اللي سايق العربيه ده او اللي سايق المركبه ده وهو ماشي على الطريق يكون شايف قدامه المسافه تسمح له ان لو في واحد مثلا قرر يعدي الطريق فجاه فيبقى في مسافه كافيه ان الراجل ده يلمح الراجل ده اللي هو اللي بيعدي قدامه، السواق يلمح الراجل اللي بيعدي قدامه ويوقف العربيه قبل ما يصطدم بيه. دي معنى ستوب سايد ديستانس. الباسنج سايد ديستانس دي بنستخدمها في الطرق اللي هي التو واي تو لين، حاره رايح حاره جاي، انا ماشي مثلا بسرعه مقرره اللي هي مثلا 80 كيلو متر في الساعه وماشي قدامي جرار زراعي بسرعه 30 كيلو متر في الساعه، فانا قدامي حاجه من اتنين، يمشي ورا الجرار بسرعته يا اتخطى الجرار اخد الحاره اللي مش بتاعتي الحاره المقابله اطلع فيها اتخطى الجرار وارجع تاني الايه الحاره بتاعتي. المسافه دي اسمها مسافه الباسنج سايد ديستانس. الهيد لايت سايد ديستانس يا جماعه لو انت نازل نفق المفروض برضو تبقى كاشف قدامك، يبقى في اضاءه كاشفه لك قدامك مسافه تسمح لك ان لو في مثلا حد قدامك في النفق عطلان وراكب مثلا في الحاره الجانبيه ما تصطدمش بيه، يبقى في مسافه كافيه كاشفه قدامك. تمام كده؟ طيب عموما انا من الجدول ده هختار الستوب سايد ديستانس عن سرعه تصميميه 90، هلاقي ان الكي بتاعها كام؟
39 واختار الهيد لايت سايد ديستانس عن سرعه تصميم 90 الكي بتاعها 38. الباسنج سايد ديستانس انا بستخدمها في حاله واحده بس، ان الجهه المالكه للطريق قالت لي صمم على الباسنج سايد ديستانس، لكن الطبيعي ان انا بصمم على الستوب سايد ديستانس. تمام كده يا جماعه؟ طيب الستوب سايد ديستانس عن سرعه تصميم 90 الكي 39 والهيد لايت 38. شكرا، بقفل الجدول ده واروح هنا اقول له هدخل لك هنا اعدادات الكيرفات. الباسنج الستوب سايد ديستانس 39 بدخلها مع الكريست، والهيد لايت سايد ديستانس 38 بدخلها مع السايد. دلوقتي اقدر اروح اقول له درو تانجنت تانجنت وسكيرف، ابتدي ارسم لي البروفايل بتاعي تانجنت تانجنت وسكيرف. هختار من هنا مثلا، ابتدي من النقطه دي وابتدي انزل مع الارض الطبيعيه، امشي مع البروفايل بتاع الارض الطبيعيه، انزل مع النازل واطلع مع الطالع بحيث ان انا اقلل في الكميات. خلاص كده يا جماعه؟ طيب هنا الميل الطولي في البروفايل التصميمي المفروض ما يقلش عن كام؟ عن 3 من 10%. ده 3 من 10% مقبول جدا. طب ده كام؟ حوالي 4 من 10% مقبول جدا. طب وهنا 1% برضو مقبول جدا. الميل الطولي يا جماعه في الجزء اللي هو التانجنت الجزء المستقيم ما بيقلش عن 3 من 10%. اشتو بيقول كده ماكسيمم 12%. تمام كده؟ طيب بالنسبه للكيرفات لما نيجي نبص على الكيرف ده كيرف ايه؟ مش عارف. بص حضرتك لو طلعت كده هتلاقي الهاي بوينت ستيشن اعلى نقطه في الكيرف عند ستيشن كام؟ الهاي بوينت اليفيشن منسوبها كام؟ هاي بوينت اعرف على طول ان الكيرف ده كيرف كريست. لو بوينت اعرف ان الكيرف ده كيرف ساج مقع. المفروض ان طول الكيرف يكون حتى لا هنا الكيرف مسيب معايا بالمناسبه، يعني الكيرف صغير جدا لكن سيب معايا. حتى لو الكيرف مسيب معاك والمسافه بتاعته قليله يا باشمهندسين، المفروض ان طول الكيرف ما يقلش عن 6 من 10 من السرعه التصميميه. فالمفروض ان انا بدخل هنا على الجريد فيو، لو النافذه دي مقفوله معاك مش ظاهره، حضرتك بتسلك هنا على البروفايل التصميمي، كليك يمين وتقول له ايديت بروفايل جيومتري، بتظهر معاك النافذه دي، بتضغط هنا وتقول له ان انا عايز اعدل البروفايل كيرف لينس. الطول بتاع الكيرف ده حوالي 3 متر و30 سنتي، طبعا قليل جدا، المفروض ما يقلش عن 54، سرعه التصميم عندي 90، 6 من 10 من سرعه التصميم 54، ده 55 مناسب جدا، لكن ممكن نعمله ايه؟ ممكن نعمله رقم ثابت، نكبره حاجه بسيطه كمان على اساس يبقى ايه طول الكيرف بالنسبه لنا رقم ثابت. توضيح، البروفايل الازرق ده بيمثل لي منسوب سطح الاسفلت فوق الالاينمنت. في ناس بتبقى متخيله ان البروفايل الازرق ده منسوب الفيرما، منسوب التسويه. لا طبعا، الخط الازرق ده بيمثل لي منسوب سطح الاسفلت. منسوب الفيرما ممكن نعمل له بروفايل؟ اه ممكن طبعا نعمل له بروفايل. الامر بسيط، هنتخيل ان احنا عندنا سمك طبقات الرصف، عندنا طبقه اسفلت سطحيه مثلا 5 سم، طبقه اسفلت رابطه 6 سم، وطبقه اساس 20 سم. لما نيجي نجمعهم هنلاقيهم الثلاثه مع بعض حوالي 31 سم. طب انا دلوقتي الفيرما اللي هو منسوب التسويه يا باشمهندس، الفيرما منسوب التسويه، هو الصوت واطي فعلا؟ لا صوت قوي يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. الفيرما يا باشمهندس اللي هو منسوب التسويه، انت عندك نوعين من الكميات. عندي يا باشمهندسين نوعين من الكميات. عندي حاجه اسمها الاعمال الترابيه وعندي حاجه ثانيه اسمها الاعمال الانشائيه. تمام؟ الاعمال الترابيه اللي هي اعمال الكات والفيل، اعمال الحفر والرد. طب والاعمال الانشائيه؟ الاعمال الانشائيه اللي هي طبقات الرصف، طبقه الاساس المساعد دي اسمها اعمال انشائيه، الاساس البايندر كورس، طبقه الاسفلت الرابطه، طبقه الاسفلت السطحيه. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب انا دلوقتي لو حابب ان انا اعمل بروفايل للفيرما، بروفايل للتسويه مش للفاينل، الخط اللي قدامي ده الفاينل. انا حابب اعمل بروفايل للايه؟ للفيرما. الامر بسيط جدا، حضرتك هتيجي بس تشوف منسوب النقطه دي كام. اول نقطه في البروفايل التصميمي منسوبها 1013.61. لما تيجي تطرح منه سمك طبقات الرصف 5 و26، هتطرح منه 31 سم، يبقى 10 13 30 تقريبا. فحضرتك هتسلك هنا على الجريد فيو وتقول له ان انا عايز اضيف للبروفايل ده ليبل باستخدام الستيشن والاليفيشن. هيقول لي فين الستيشن، فحدد الستيشن، اجي كده عند بدايه البروفايل
وادي له ضغطه يبقى كده حدد الستيشن. طب الاليفيشن هقول له 1013.307، طرحت بس من المنسوب ده ال 31 سم. دلوقتي ممكن اسلك على البروفايل ده اللي احنا مسميينه الرود 1 ديزاين بروفايل. لما نيجي كده نسلك عليه نقول له كنترول 1 اسمه رود 1 ديزاين بروفايل، اسلك عليه واقول له خد لي منه كوبي سي او انتر، وبعدين همسك البروفايل ده من النقطه دي وانزل للنقطه اللي تحت، الاقي ان هو هنا عمل لي بروفايل تاني. لما اقول له كنترول 1 هلاقي ان اسمه رود 1 ديزاين بروفايل 1، ان هو نسخه متكبره، فاقول له لا ده هيبقى رود 1 فيرما. طبعا هنا واخد ستايل الديزاين بروفايل، ممكن اقول له لا انا محتاج ان انا اديله ستايل تاني. دي كلها ستايلات ممكن تستخدمها يا باشمهندس، وممكن تقول له لا انا هروح على البروفايل كده اقول له كليك يمين واقول له ايديت بروفايل فيو بروبرتيز، واروح اختار من هنا الديزاين بروفايل، اخد منه نسخه، اخد كوبي، والبروفايل ده هسميه فيرما ديزاين، تمام كده، او فيرما خلاص. هدخل هنا على الديسبلاي اللي يرات اللي واخده اللون الازرق، ممكن اديها اي لون تاني، هنديله مثلا لون اصفر. اوكي. دلوقتي ده بقى اسمه بروفايل فيرما، واخد كمان ستايل غير الستايل بتاع البروفايل التصميم. تعالوا بقى نبص على الداتا اللي موجوده تحت في البندات دي يا جماعه. الداتا ممكن انسخ بروفايل من لوحه سيفل؟ اه طبعا. طيب هستاذنكم اللي عنده سؤال يكتبه، وهجاوب عن الاسئله دي كلها ان شاء الله في بعد ما اخلص المحاضره، تمام. دلوقتي يا جماعه هنا دي الستيشن، الداتا بتاعتها البرنامج هياخدها منين؟ لما نيجي نبص كده هنلاقي ان هنا الستيشن، ستيشن 0 25 50، فانا مش محتاج ان انا اعدل فيها. لكن البنده الثانيه في البندات دي مناسيب الارض الطبيعيه عند كل ستيشن، اللي هي مناسيب البروفايل اللي باللون الاحمر عند كل ستيشن، واخدها لي هنا بالشكل ده، مديني مناسيب بالفعل. طب مناسيب الجريدنج او الفاينل، تمام؟ مناسيب الفاينل اللي هي منسوب التسويه، منسوب الاسفلت، حلو كده؟ برضو المفروض ان هو مديني مجموعه من المناسيب. لما تيجي حضرتك تقارن بين المنسوب بتاع الاو جي ال ومنسوب الفاينل عند اي ستيشن هتلاقيهم واحد. الكلام ده طبعا مش منطقي. الجريدنج هنا اقصد بيه البروفايل الديزاين، البروفايل التصميمي اللي هو اللي باللون الازرق. طب ليه واخد المنسوب ده؟ انا محتاج ان انا اظبط الكلام ده. الكات والفيل واخد الايه؟ القيم كلها اصفار. طبعا انا بقارن بين الايه؟ بين الخطوط دي. اماكن هيبقى فيها عشان اوصل للمنسوب بتاع الفيرما هبتدي اردم، وهنا برضو عشان اوصل لمنسوب الفيرما هبتدي احفر، وكمان محتاج احط بنده توضح لي منسوب الفيرما. محتاج ان انا احط بنده، ازود بنده هنا توضح لي منسوب الفيرما. في بنده بعد كده اسمها الفيرتيكال جيومتري اللي هو التغيرات في شكل البروفايل التصميمي. ده تانجنت وبعد كده كيرف، بعد كده تانجنت وبعد كده كيرف. المفروض اديني الداتا بتاع الكلام ده تحت البنده. وفي حاجه اسمها الهوريزونتال جيومتري او الايه؟ التغيرات في شكل البروفايل. المفروض برضو عندي تانجنت كيرف، تانجنت كيرف، تديني الديتيلز بتاعتهم تحت كده. طيب هنبدا بالتعديل. كليك يمين ايديت بروفايل فيو بروبرتيز، اروح هنا على البندات. اول بنده قلنا هي الستيشن، الستيشن خدتها من الارض الطبيعيه، خدتها من التصميم، هي ستيشن، هي حاجه على الافقي. البنده اللي بعد كده ارض طبيعيه، اخدها من الان جي ال. البنده اللي بعد كده مناسيب الجريدنج او الفاينل، هناخدها من الديزاين بروفايل هنا وهنا، تمام. طيب انا عايز اضيف بنده كمان توضح لي مناسيب الفيرما، عايز اضيف بنده كمان توضح لي مناسيب الفيرما. هنا الامر هيتطلب مني ان انا اروح اشوف مثلا عندي بنده زي الجريدنج دي، ممكن اخد منه ادور عليها هنا، طبعا هي موجوده الجريدنج، اخد منها كوبي، كوبي كارنت سيليكشن، ودي هسميها فيرما. فيرما يا جماعه اللي هو منسوب ايه؟ منسوب التسويه، الارض الطبيعيه كانت على طبيعتها، انا قطعت في اماكن وردمت في اماكن وخليتها مهيئه انها تستقبل اول طبقه من طبقات الانشائي. هندخل هنا على الباند ديتيلز، خصائص البندات، هندخل على المسمى بتاع البنده، هنسميها هنا، هنشيل الكود بتاع الجريدنج ده ونسميه فيرما. بس
مش محتاجين اكتر من كده. اوكي اوكي وبعد كده هضيف الباندا دي تحت، هتظهر عندي هنا، هشيل الجاب ده اخليه زيرو، وبعدين هسلك على الباندا واطلع بالسهم لفوق، احطها بين الاو جي ال وبين الجريدنج، على اساس دي بتوضح لي مناسيب الخط الاحمر، دي بتوضح لي مناسيب الفيرما، ودي بتوضح لي مناسيب الفاينل. لما انا سحبت الباندا لفوق شال العلامه اللي موجوده هنا اللي هي الشو ليبلز دي، هو شال العلامه بتاعتها، فبحط العلامه. هنرجع تاني نقول له مناسيب الفيرما دي خدها لي من الفيرما، من البروفايل الخاص بالفيرما، وهنا البندتين اللي هم الكات والفيل، المفروض ان انا هقارن بين ايه وايه يا جماعه؟ هقارن بين الارض الطبيعيه ومنسوب التسويه، منسوب الفيرما. اختار ان جي ال في الاولاني، وفي الثاني هختار الفيرما، وبرده نفس الكلام بالنسبه للفيل. انا بقارن هنا بين اثنين بروفايل، لازم ادي له اثنين بروفايل مختلفين. هنا الفيرتيكال جيومتري المفروض ان انا اخدها من الديزاين بروفايل، وبعد كده اقول له اوكي. ده شكل البروفايل يا جماعه بتاعنا. البروفايل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، هنا الليفل ده غير الليفل ده غير الليفل ده، كل ليفل هو خده منين؟ هو خده من بروفايل غير الثاني. هنا المنطقه اللي فيها الكات والمنطقه اللي فيها الفيل زي ما انتم شايفين كده، في منطقه الكات بعض الاماكن هيبقى فيها فيل، يعني مثلا هنا انا مضطر ان انا اردم من الارض الطبيعيه لحد الخط الاصفر اللي هو منسوب الفيرما، شايفين هنا الارض الطبيعيه اقل، فانا مضطر ان انا اردم مسافه، المسافه دي قدرها كام يا جماعه؟ قدرها 28 سم، 28 سم، 22 سم. المسافه اللي انا هردم فيها طبعا اكيد مش هيكون فيها حفر، انا عايز اوصل لليفل معين، فانا هردم في الحته دي لان الحته دي اوطى من الليفل اللي انا عايز اوصل له، تمام كده يا جماعه؟ طيب الاماكن بقى اللي انا هردم فيها مش هينفع ان انا احفر فيها، مش هتلاقي فيها قط، والعكس، يعني هنا مثلا هتلاقي الارض الطبيعيه اعلى. الارض الطبيعيه اعلى من الخط الاصفر، فانا عايز اوصل للخط الاصفر، فاعمل ايه؟ هحفر، هعمل كات، تمام؟ ده شكل الايه؟ ده شكل البروفايل. طيب خلونا نكمل مع الطريق ده، احنا عايزين نصمم الطريق ده، ان الطريق ده عباره عن حارتين، كل حاره بتمثل اتجاه معين، وعلى يمين كل حاره عندي شولدر ترابي او طبان ترابي، تمام كده؟ عايزين نرسم شكل القطاع العرضي الخاص بالطريق بتاعنا ده. هنا هنروح على الكوريدور كرييت اسمبلي، كرييت اسمبلي، الاسمبلي ده هنسميه اسمبلي A، وبعد كده اقول له اوكي. هنا هيقول لي حدد الاسمبلي بيز لاين لوكيشن، سبيسيفاي اسمبلي بيز لاين لوكيشن، هضغط في اي مكان عشان يبتدي يديني دي نقطة يا جماعة، الأسمبلي ده عبارة عن نقطة، الأسمبلي بتاعنا ده عبارة عن نقطة. طيب النقطة دي شغلتها إيه؟ شغلتها إن أنا هبتدي أرسم عناصر الطريق على يمينها وشمالها. طب أنا عندي الطريق بتاعي قلت طريق تو واي تو لين، عبارة عن حارة رايح وحارة راجع، تمام كده؟ طيب وعلى يمين كل حارة موجودة عندي الطبان أو الشولدر، وبعد الشولدر ده موجود عندي الديلايت، الميول الجانبية. طيب انا اعمل ايه عشان ارسم العناصر دي؟ حضرتك هتروح على التول باليت، هنختار من التول باليت، هنلاقي في هنا تابس كتير، هنختار من هنا حاجه اسمها اللينز، هنلاقي اختيارات كتير، هنختار اول واحده لين سوبر اليفيشن اكس اوف روتيشن. هنا هيسالني بقى الحاره اللي انت هترسمها، طبعا هنا مديني شويه معايير كده ثابته، بيقول لي الكود اللين سلوب في الكود ماينس 2، اللين ويتس في الكود 3.6، تمام كده؟ السوبر اليفيشن اكس اوف روتيشن سبورتد، يقصد ان الاسمبلي ده بيدعم موضوع الايه؟ موضوع السوبر اليفيشن اكس اوف روتيشن، تمام كده؟ طيب انا دلوقتي محتاج يا شباب ان انا ابتدي اقول له انا والله عايز ارسم الايه؟ الحاره بتاعتي دي رايت من الاسمبلي، عرضها 3.6 متر، خلاص امين اعتمدت، الميل العرضي بتاعها ماينس 2% اعتمدت. بعد كده هيسالني عن سمك الطبقات، هقول له سمك الطبقه السطحيه 5، سمك الطبقه الرابطه 6، سمك الطبقه طبقه الاساس هنقول له 20، سمك طبقه الاساس المساعد 0، وبعد كده هنروح نضغط هنا عشان يرسم لي الحارات بتاعتي. بعد الحارات دي بيكون في هنا جزء ترابي، حاره كده ترابيه اسمها الطبان. الطبان ده اللي هو عباره عن شولدر، هختار من هنا شولدر، شولدر اكستند اول، وبعد كده يا شباب هدخل هنا بيسالني الشولدر ده رايت ولا ليفت؟ رايت. طب عرضه قد ايه؟ هقول له مثلا عرضه متر و80 سم،
اساس ان انا بشتغل طريق بين قريه وقريه قريه ومدينه، فانا مش محتاج طبان عرضه كبير. تمام كده. هنا سمك الطبقات، هقول سمك الطبقات بتاعتي اصفار، الطبان بتاعي unpaved، هو جزء ترابي، يعني التراب جاي من هنا ومكمل لحد هنا رابط على منسوب الاسفلت. طبعا دلوقتي عملت الايه؟ عملت الشولدر بتاعي. بعد الشولدر بتاعي ده يا جماعه المفروض ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي الديلايت او الميول الجانبيه. الديلايت او الميول الجانبيه دي عشان اجيبها بروح هنا على الديلايت، بختار من هنا حاجه اسمها الديلايت جنرال، بضغط عليها كده. بلاقي هنا يا شباب، تعالوا نرسمها الاول، تعالوا نحط كده الديلايت ونرجع نظبط في الخصائص بتاعته. هنا مديني الديلايت في اماكن الكات، يعني مثلا انا عندي الارض الطبيعيه كانت عاليه فانا قطعت فيها، المفروض القطع ده بيبقى بميول. طب لو الارض الطبيعيه منخفضه او منسوبها قليل فانا مضطر ان انا اردم، فالميول الردم ده بيكون له ميول جانبيه. هو هنا واخد الميل 6 لواحد. طب لو انا حابب اعدل الميل ده اقول له مثلا لو سمحت خلي لي الميل ده في اماكن الكات خليه 4 لواحد، بختار من هنا عند الفلات كات سلوب، وفي الفلات فيل سلوب خليه برده 4 لواحد بالشكل ده، قبل مني. طب لو قلت له لا لو سمحت خلي لي ده 3 لواحد، هلاقي ان ظهر عندي مشكله ان الديلايت او الميل الجانبي ده يا جماعه ما قبلش الميل 3 لواحد. ليه بقى؟ الفكره عشان توضح خلونا نرسم شكل الايه؟ فرضا ان ده الديلايت بتاعي، فانا بعمل بعد الديلايت ده ميل جانبي. الميل الجانبي ده انا قلت له كام؟ كان 6 لواحد، تمام؟ بالشكل ده. هو الفكره انه الميل ما بينزلش مره واحده، هو بينزل بالشكل ده 6 لواحد لمسافه راسيه معينه، وبعد كده يبقى 4 لواحد لمسافه راسيه معينه، وبعد كده يبقى ايه؟ يبقى 2 لواحد لحد ما يربط على الارض الطبيعيه. بينزل عندي على 3 مراحل، 6 4 وبعد كده مثلا 2. طيب لو انا حابب اعدل السته دي اخليها واحد، لازم الحده بتاع الميول اللي بعدها تكون اكتر. تمام كده يا جماعه؟ يعني هنا كان منبسط 6 لواحد، امشي مسافه 6 متر وانزل متر، لكن هنا امشي مسافه 4 متر وانزل متر. طب لو انا خليت دي عايز اخليها مثلا 2 لواحد، يبقى دي لازم تكون اقل منها في القيمه. تمام؟ فعشان كده ارجع تاني اسلك على الدي لايت بتاعي ده واقول له لو سمحت انت عندك المرحلة الأولى اللي أنا خليتها لك 3 لواحد هتنزل بارتفاع رأس متر ونص، طب المرحلة اللي بعدها هقول له خليها تنزل مثلا بميل 1 لواحد. المرحلة اللي بعدها أخليها مثلا نص لواحد، وممكن دلوقتي أقدر أعدل في دي أخليها مثلا إيه؟ 1.5 لواحد. هتقبل معايا. ليه؟ لأن اللي بعدها أقل منها. الميول اللي بعدها المرحلة الثانية والثالثة أقل منها في القيمة، أكتر منها في الحدة. تمام كده يا جماعة؟ نفس الكلام هعمله فين؟ هعمله تحت. هنا ده اخليه نص الواحد، واخلي ده واحد لواحد، واخلي ده 3 لـ2 او 1.5 لـ1. دلوقتي قبل معايا شكل الديلايت او شكل الميول اللي انا عايزها. ممكن يا جماعه اسلك على العناصر دي كلها واقول له كليك يمين ميرور. ميرور فين؟ هقول له ميرور حوالين الاسمبلي. النقطه دي يا جماعه هتتركب فين؟ على الالاينمنت بتاعي، هتتركب على البروفايل التصميمي. عشان كده بقول البروفايل التصميمي بيمثل منسوب سطح الاسفلت مش بيمثل النقطه دي. لما اجي اركب الكوريدور انا بمسك من النقطه دي الاسمبلي واركبه على الكوريدور، بختار البروفايل اللي انا هركبه عليه البروفايل التصميمي. دلوقتي عندي اسمبلي او قطاع عرضي وعندي الاينمنت. حاضر يا باشمهندس، هنتكلم عن السوبر اليفيشن. حاضر. دلوقتي يا شباب عندي القطاع العرضي. القطاع العرضي ده ممكن حضرتك تروح تقول له كوريدور، انا عايز اكريت الكوريدور. الكوريدور يعني ايه؟ كوريدور يعني ممر، الكوريدور بتاع المستشفى. تمام؟ هنا طبعا الاولى بيها ان احنا نقول كوريدور على الطريق، جسم الطريق، كوريدور ممر. تمام كده؟ هقول له هنا من الكوريدور كرييت كوريدور، هيقول لي اسم المسار بتاعك، هقول له رود 1 كوريدور. تمام؟ هنا هيقول لي اختار المسار، هقول له رود 1. اختار هنا البروفايل اللي انت هتحط عليه نقطة الاسمبلي، هقول له رود 1 ديزاين بروفايل. هيقول لي اختار الاسمبلي، هقول له الاسمبلي ايه؟ وهنا التارجت سيرفيس بتاعنا هي الان جي ال، هقول له اوكي واقول له اوكي. على طول يا جماعة هيروح مركب لي الكوريدور على الالاينمنت زي ما انتم شايفين كده.
حط لي هنا ده الكوريدور او جسم الطريق بتاعي، القطاع الانشائي بتاعي. الاماكن اللي حدودها باللون الاخضر افهم على طول انها اماكن فل، الاماكن اللي حدودها باللون الاحمر افهم انها اماكن قطع. تعالوا نشوف شكل الكوريدور في 3 دي. هنسلك كليك يمين ونقول له اوبجكت فيور للكوريدور، وخلي بالك ما تعملش اوبجكت فيور للكوريدور، يعني انا عشان الطريق بتاعنا ده بسيط فالموضوع هيبقى خفيف، لكن في الطبيعي الكوريدور بيبقى تقيل جدا، فحاول ما تعملش الاوبشن ده مع الايه؟ مع الكوريدور. تعال نقرب كده من شكل السطح او من شكل الكوريدور، احنا لسه ما عملناش سطح. هنا دي طبعا سمك الطبقات بتاع الرصف بتاعنا يا جماعه، وربط هنا على منسوب الفيرمه، وهنا ده برضو منسوب الفيرمه وصل لحد هنا، وبعد كده ده الدي لايت. الدي لايت طبعا انا حطيت الحالتين، قلت له الدي لايت في حاله الكات وفي حاله الفيل، على اساس لو الارض الطبيعيه الدي لايت او الميل الجانبي هنا، هنا طبعا بعد نهايه الشولدر في عندي ميل، المنطقه دي الارض الطبيعيه كانت فيها واطيه فابتدى يديني ميل كام؟ واحد ونص الواحد لحد ارتفاع راسي متر ونص، ولو عدى المتر ونص هيبتدي يديني ميل واحد لواحد، وبعد كده هيديني نص الواحد. ده في اماكن الايه؟ ده في اماكن الكات، سوري في اماكن الفيل. في اماكن الكات هنا واضح ان الارض الطبيعيه اعلى، فبرضه نازل بنفس الايه؟ بنفس القيم، لان انا مديله نفس القيم في الكات والفيل. دلوقتي بقى عندي كوريدور، الكوريدور ده مهمته يا باشمهندسين ان انا اسلك عليه كده واقول له كليك يمين واقول له كوريدور بروبرتيز، وادخل هنا يا شباب على السيرفيس واقول له انا عايز اكريت سطح تصميمي، لان انا دلوقتي عندي سطح واحد بس اللي هو سطح الارض الطبيعيه اللي انا عملت منه البروفايل، وحطيت فوق منه البروفايل التصميمي، ودلوقتي حطيت لك كوريدور، حطيت لك سمك طبقات. فوق الطبقات دي ممكن تديني السطح؟ هيقول لي ماشي مفيش مشاكل، هضغط هنا هيقول لي السطح ده، هقول له السطح ده اسمه ايه؟ هقول له ده اسمه رود 1 توب، وهختار من هنا الكود بتاعي اللي هو التوب، وبعد كده هختار من هنا هذا بريك لاين توب لينكس، وهدخل على الباوندري اقول له الحدود الجانبيه خدها من اخر خط موجود عندك في الكوريدور، دي حدود السطح الجانبيه، واقول له هنا اوكي ريبيلد للكوريدور. دلوقتي بقى عندي سطح غير السطح بتاع الارض الطبيعي اسمه رود 1 توب. كليك يمين اوبجكت فيور، ورينا كده في 3 دي ده شكل السطح بتاعنا، وممكن طبعا في الاوبجكت فيور تشوف السطح مفيش مشكله خالص، السطح بيبقى اخف كتير من الكوريدور. واضح جدا ان ده شكل الايه؟ شكل السطح بتاعنا الفاينل. خلاص كده؟ طيب دلوقتي محتاج ان انا اخرج قطاعات عرضيه لشكل القطاع بتاعي ده. عشان اخرج قطاعات عرضيه زي ما عملت خط وعملت له اسقاط على الارض الطبيعيه، هعمل خطوط عرضيه على انترفال ثابته او مسافات معينه، تمام كده يا جماعه؟ وتحت كل خط عرضي من دول هبتدي اقول له اظهر لي شكل الكروس سيكشن. طيب هنروح على السكشن نقول له كرييت سامبل لاين، عايزين نعمل الخطوط العرضيه دي، هيقول لي حدد الالاينمنت، هقول له كليك يمين واقول له انا شغال على الرود 1 اوكي. هيقول لي طيب اسم السامبل لاين، هقول له سامبل لاين جروب 1. تحت السامبل لاين ده هيبقى عندي سطح الارض الطبيعيه، هيبقى عندي الكوريدور سمك طبقات الرصف اللي انا حطيتها، وهيبقى عندي سطح التوب اللي انا لسه حالا مكريته اوكي. وهنا هقول له باي رينج اوف ستيشن، حط لي السامبل لاين باي رينج اوف ستيشن، يعني معلش سكشن كريت سامبل لاين كليك يمين رول 1 اوكي تمام. وهنا هقول له باي رينج اوف ستيشن، هتظهر لي النافذه دي، من النافذه دي بس هدي له عرض الكروس سكشن، هيظهر في جريد فيو زي ده تمام. الجريد فيو ده المفروض يكون له عرض يغطي عرض الطريق، تمام كده. فانا عرض الطريق عندي كله كام يا جماعه؟ احنا قلنا متر و80 اللي هو الشولدر، و3 متر ونص الاتجاه، 3 متر ونص زائد متر و80 يعني احنا بنتكلم في حوالي 5 متر و20 سنتي، بلس هنقول ان الدي لايت عشان الدي لايت متغير احنا مش متحكمين في عرضه، قول ان احنا هناخد العرض بتاع الجريد فيو 10 متر يمين و10 متر شمال عشان يبقى مغطي كل القطاع. وطبعا هيسالني الجريد فيو ده انا هعمله لك او السامبل لاين ده انا هعمله لك كل قد ايه؟ انا عامل عند كل ستيشن كل 25 متر في اماكن التانجنت في الاماكن المستقيمه، وفي اماكن الكيرفات ممكن نكسر شويه نقول خليه كل 10 متر في الاماكن اللي فيها كيرفات. السبايرال انا ما عنديش سبايرال في القطاع بتاعي اللي هو الكيرفات الانتقاليه، وهنتكلم عنها ان شاء الله لو في فرصه. ات رينج ستارت وات رينج اند مهم جدا تحط سامبل لاين عند البدايه، لازم الاثنين دول يكونوا ترو في الاسمبلي بتاعنا او في التمبلت بتاعنا اللي الدنيا دي متظبطه. اوكي؟ وبعد كده هقفل القائمه دي.
بصوا كده يا باشمهندسين، اللي حصل ان هو دلوقتي عمل لي خطوط عرضيه. الخطوط العرضيه زي ما انتم شايفين كده مغطيه عرض القطاع بالكامل. تحت كل خط عرضي من دول اقدر اروح اقول له سيكشن واقول له هنا كرييت مالتيبل سيكشن فيو للروت كذا مع السامبل لاين جروب كذا، واقول له كرييت سيكشن فيو في اي مكان، ابتدي اضغط عشان يرسم لي القطاعات العرضيه الخاصه بي. زي ما انتم شايفين كده شكل القطاع العرضي بتاعي، ده الجريد فيو اللي انا كنت بتكلم فيه. قلت له خد لي هنا مسافة 10 متر يمين، مسافة 10 متر شمال، وابتدى هنا يديني شكل الجريد فيو. تحت الجريد فيو ده مديني طبعا هنا مناسيب للأرض الطبيعية، هنا مناسيب للسب جريد ليفل أو مناسيب الترما، مناسيب التسوية، وهنا مديني الأوفست. تمام كده؟ طبعا هنا الستايل ده أنا ممكن أعدل في المسميات، يعني ممكن أقول له حط لي هنا الأرض الطبيعية، حط لي هنا مثلا مناسيب الفاينل، وحط لي هنا الأوفست، يعني هنا زيرو 5 10 الجريدات دي. تمام كده؟ طيب هنا كمان واضح ان القطاع شكله افتراضي قوي، فانا ممكن اسلك على القطاع ده واقول له كليك يمين واقول له اديت كوريدور سيكشن بروبرتيز، واختار من هنا الستايل اللي اسمه فيو اديت والشادنج واقول له اوكي. الاقي ان القطاع ابتدى يظهر عليه هنا الميل العرضي 2%، هنا ميل الشولدر برضو 2%، وهنا الاوفست بتاع النقطه دي من السنتر لاين اداني هنا قيمه الاوفست، واداني كمان منسوب النقطه، وهنا نفس الكلام الاوفست بتاع النقطه دي من السنتر لاين اداني بعدها في الاتجاه الافقي، واداني كمان الايه الاليفيشن بتاعها. خلاص لو انا سلكت كده وقلت له ام اي انتر ماتش بروبرتس، وقلت له ابتدي ظبط لي الداتا على باقي كروس سيكشن على اساس ان باقي الكروس سيكشن تاخد نفس الستايل بامر ماتش بروبرتس اللي هو امر الكاد العادي. عايز بس اتكلم عن نقطة، انا دلوقتي عايز اعرف عند مثلا ستيشن او سامبل لاين 500، المفروض لما اروح يا باشمهندسين عند السامبل لاين 500 ابص كده على القطاع الاقي القطاع فيه سوبر اليفيشن، الميل كله يبقى في اتجاه واحد، ده انا يعني في قلب الكيرف، فالمفروض المفروض يا جماعه ان الميل كله يبقى في اتجاه واحد. خلاص كده؟ طيب انا خلونا نعمل سيركل عشان ما نقعدش نسرش عليها كل شويه الستيشن دي. ليه هنا الميل جاي كان الشكل كده وكان الطريق ما فيهوش كيرف؟ الميل جاي في اتجاهين. هنا عشان احنا ما حسبناش السوبر اليفيشن، عشان نحسب السوبر اليفيشن يا شباب محتاج حضرتك انك تروح على الالاينمنت وتدخل هنا على السوبر اليفيشن تقول له كالكوليت اور اديت سوبر اليفيشن، عايز احسب السوبر اليفيشن كالكوليت اليفيشن ناو. تمام؟ بعد كده بيقول لك نوع الطريق اللي عندك، في عندي اربع انواع، ان الطريق يبقى كراون يبقى الميول بتاعته في اتجاهين، انديفايدد مفيش جزيره وسطيه، او يبقى كراون كل ميل هيبقى الشكل بتاعه تاجي وفي جزيره في النص. تمام؟ او انديفايدد بلانر او ديفايدد بلانر. طبعا احنا شغالين على الحاله الاولانيه دي اللي هي الايه انديفايدد كراون. هنا الريفولفنج او الروتيشن اللي هيحصل حوالين السنتر لاين، ولا ممكن يبقى حوالين الانر ايدج او الاوتر ايدج على حسب اختيارك. احنا هنخلي الريفولفنج حوالين السنتر لاين، بعد كده هنقول له النكست، هيقول لي عرض الحاره هقول له 3 متر و6 من 10، وانا مسلك هنا على اساس ان في سيمتريه في الشكل، اعدل هنا يتعدل هنا. الميل العرضي 2% اقول له نكست. الشولدر طبعا هنا شولدر ترابي فممكن اقول له لا انا ما عنديش شولدر، اقول له نكست واقول له فينش. على طول هيبتدي يفتح لي النافذه اللي قدامي دي. النافذه اللي قدامي دي زي ما انتم شايفين كده فيها العناصر الخاصه بالكيرفات. لو عندي اكتر من كيرف على الطريق هتلاقيه هنا مديك كيرف 1 ومديك حاجه اسمها ترانزيشن ان ريجن وحاجه ثانيه اسمها ترانزيشن اوت ريجن. في حاله الترانزيشن ان ريجن في حاجه اسمها ران اوت وحاجه اسمها ران اوف، وفي حاله الترانزيشن اوت ريجن ران اوف وبعد كده ران اوت. لو عندي كيرف تاني هلاقيه كاتب لي ان ده كيرف رقم 2 ومديني نفس الايه نفس القيم دي. طيب انا دلوقتي حسبت الايه حسبت السوبر اليفيشن، ممكن اظهر لها بندا، ممكن كليك يمين تقول له اديت بروفايل فيو بروبرتيز وتقول له لو سمحت انا عايز اضيف بندا كمان خاصه بالسوبر اليفيشن، الجاب بتاعها ممكن نخليها زيرو. تمام؟ وبعد كده نقول له اوكي. هنا طبعا يا باشمهندسين هيبين لي شكل السوبر اليفيشن في البندا. طيب يا ترى المسافات اللي هي الترانزيشن لينث دي
كافية ولا مش كافية؟ عشان تعرف الموضوع ده لازم تروح تسلك على الالاينمنت وتقول له ممكن ترسم لي سوبر ايفيشن فيو، كريت سوبر ايفيشن فيو للروت كذا، ادي السوبر، ادي الفيو ده اي اسم، نسميه مثلا روت 1 سوبر ايفيشن فيو، وبعد كده اقول له اوكي. وفي اي مكان هضغط يا باشمهندسين عشان يرسم لي شكل السوبر ايفيشن. واضح جدا ان المنطقه دي فيها مشاكل اللي هي الترانزيشن لينس، ممكن نسلك كده نقول له ام انتر. واضح جدا المنطقه دي فيها مشاكل، حتى حاطط لي هنا العلامات او الاسهم، علامه التعجب جوه المثلث دي ايشن كده بيقول لي خلي بالك هنا في مشكله. طيب ايه المشكله بتاعتي يا فندم؟ المشكله ان المسافات دي لما نيجي نبص عليها كده في الجدول تاني هنلاقي ان المسافات دي صغيره جدا، مسافه الران اوت 15 متر، مسافه الران اوف 31 متر. طب المسافات دي عايزين نحسبها، عشان نحسبها لازم نروح على في هنا ملف اكسل. طبعا لو شرحنا السوبر اليفيشن هناخد وقت طويل جدا، وانا بعتذر يا باشمهندس عمر لو انا طولت شويه في الوقت. الباسورد هنا اتش اي ام زد اي، الباسورد الثاني ده هنقول له ريد اونلي، هدخلني على الجدول ده. الجدول ده بس هديله السرعه التصميميه بتاعتي، اقول له 90 تمام، وهديله عرض الحراره 3 متر 65، وهنا عدد الحارات عندي حارتين عشان يديني معامل حرارات. وهنا طبعا يا جماعه هديله نصف قطر المنحنى اللي موجود عندي 375. الكلام ده بس مجرد انك بتعدل في القيم اللي باللون الاحمر في الشيت ده هتلاقي ان طبعا هنا اللينس طول المنحنى ممكن نجيبه بقى من السيفل. ممكن اجي على المنحنى ده عايز اعرف اللينس بتاعي، معلش هنرجع هنعمل لما رحلنا السوبر اليفيشن من مكانه كنا مسلكين كمان على على الكوريدور. هنسلك هنا نقول له ام انتر موف ماشي عشان يبقى بعيد بس عن الاسمبلي. انا دلوقتي محتاج اعرف طول المنحنى ده كام، اروح على الانوتيت واقول له هنا محتاج ان انا اعرف الارك لينس، واختار هنا الارك بتاعي عشان يقول لي طول المنحنى زي ما انتم شايفين كده 158 متر. فهرجع هنا اقول له الراديوس بتاع المنحنى او طول المنحنى 158. على طول هو هيديني قيمه الايه، قيمه الران اوف 81 و67 والران اوت 41.38. دي القيم المفروض ان انا ادخلها البرنامج. طيب 81 هنقول 82، نقول هنا 41، 82 و41. هرجع تاني على برنامج السيفل، افتح سلك هنا على الجراف ده، كليك يمين نقول له افتح كده الجدول اللي احنا هنعدل فيه. هنا الران اوت هنخليها 41 والران اوف هنخليها 8.1، وهنا نفس الكلام 8.2 سوري، ودي 4.1 ودي 8.2. طبعا انا لما عدلت ابتدى يتعدل معايا الشكل زي ما انتم شايفين كده، حاجه احنا ما ظبطناهاش. أربعة واحد ثمانية اثنين تمام، اتعدل معايا الشكل واختفت كمان علامات التعجب اللي هي الايرورز اللي ظاهرة معايا، وكمان شكل الايه، شكل السوبر اليفيشن هنا ظهر معايا بشكل تمام. تعالوا نشوف بقى الايه القطاع بتاعنا، يا ترى اتعدل ولا ما اتعدلش؟ لا لسه ما اتعدلش، واخد الميل بتاعته 2% عشان احنا نسينا نعدل. انا ما نسيتش طبعا، لكن احنا واحنا شغالين انا كنت متعمد ان انا ما اعملهاش. حضرتك بس روح هنا على الحاره دي وقول له ان الحاره دي ثابته هنا، لكن الجزء ده هيطلع وينزل معايا
على حسب الايه، على حسب السوبر اي بيش. هنسلك نقول له كنترول واحد، وانا مسلك على الحاره دي، هيقول لي هنا يوز سوبر اليفيشن، هستخدم السوبر اليفيشن، هو عامله نان، هقول له لا انا عايز استخدمه، انا شغال في الحاره الرايت، فانا محتاج ان الجزء اللي يتحرك معايا الرايت لين اوت سايد، اللي هو النقطه دي اللي هي اوت سايد، بعيد عن الاسمبلي. نفس الكلام هعمله مع الشولدر ده، المفروض هنا في برضه يوز سوبر اليفيشن سلوب، فاقول له انا محتاج الرايت اوت سايد شولدر، ادي الليفت لين اوت سايد، وده برضو ليفت اوت سايد شولدر. وبعد كده لازم نروح على الكوريدور، نقول له ريبيلد للكوريدور، تعالوا نشوف شكل القطاع بتاعنا دلوقتي، هنلاقي ان القطاع بتاعنا خد الميل بتاعنا اللي هو الاي ماكسيمم 4%. طبعا انا ما كنتش دخلت اعدادات سوبر الشولدر في وانا بظبط السوبر اليفيشن، لكن انا عايز اوصل ان ممكن بشويه اعدادات بسيطه تظبط شكل القطاعات العرضيه الخاصه بيك في برنامج السيفل 3D. المحاضره دي المفروض كنا نتكلم فيها عن الطريق الخلوي، تقريبا احنا خلصناه، عايزين نتكلم عن الطرق الحضرية، لكن عشان كفاية كده، وأظن إن أنا دخلت على وقت الناس اللي بعدي. صح يا باشمهندس عمر ولا إيه، ولا معايا وقت؟ باشمهندس عمر، احنا معانا ان شاء الله يعني تلت ساعة بإذن الله. طيب هوقف لحد كده يا باشمهندس إن شاء الله، وآخد أسئلة، والمرة الجاية الموضوع هيبقى أسهل من كده، يعني هيبقى أخف من كده. هنبتدي نتكلم في الطرق الحضرية، ونتكلم في التقاطع إن شاء الله. باشمهندس جزاكم الله خيرا. طيب يا ريت لو في اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند. في حد بيقول الكوريدور يعني ايه؟ الكوريدور يا باشمهندس يعني القطاع الإنشائي للطريق، جسم الطريق. الله يكرمك يا باشمهندس. هو في مهندس اسمها بتقول الميول على جوانب الطريق بتتحدد بناء على ايه؟ الميول، على الميول اصلا مهمتها ايه يا باشمهندسه؟ الميول الجانبيه ولا الميول العرضيه؟ الجانبيه بتحدد على حسب نوع التربه، على حسب يعني لو حضرتك مثلا الطريق بتاعك على صخر، انت مش محتاجه ميول جانبيه، لو الصخر اصلا متماسك، غير لما تكوني مثلا التربه اللي تحت الطريق طينيه، غير لما تكون كثبان رمليه، كل حاجه بيكون لها وضع. تمام. المهندس احمد بيقول لو الطريق جبلي وعايز اعمل الميل العرضي في اتجاه واحد. ممكن، ايه المشكلة؟ بسيطة خالص، حضرتك اعمل الاسمبلي، والميل بدل ما يبقى مثلا 2% كده و2% كده، حضرتك سلك وقول له ده 2% وده يبقى ده بالماينس وده بالموجب، بقى الميل كله في اتجاه واحد. تمام. المهندس عمار بيقول هو منسوب الفيرم هو السب جريد. لا، الساب جريد دي طبقة من منسوب الفيرما. منسوب الساب جريد، انا اسف، منسوب الفيلم هو منسوب الساب جريد. تمام. مهندس مصطفى رشدي بيقول نرجو عمل التقاطع طريق فرعي مع طريق رئيسي مع قلب الميل لتصريف المياه. هنتكلم في الانترسكشن، وهنتكلم في الانترتشينج، وهنتكلم في راوند اباوت، هنتكلم في ثلاث انواع بتوع التقاطعات ان شاء الله. تمام. مهندس محمد علي بيقول يا ريت الاكسل، واضح ان في اقبال كبير على الاكسل، يعني الشيت اكسل سبريد شيت اللي حضرتك كنت. حاضر. تمام. هل في اي اسئله؟ يا ريت لو في اي اسئله الناس تعمل ريز هاند. مهندس احمد حسني بيقول لو تفضلت يا هندسه بالبروفايل في اختيار. حاضر يا باشمهندسة، بعد اذنك. مهندسة اسماء بتقول لي ممكن لو متحددة في الكود. طيب اوكي ماشي، مفيش مشاكل، بس دي محتاجة حد بتاع تربة يا باشمهندسة، يعني مثلا لما بنصمم طريق على كثبان رملية، انا بقول ان انا عايز اسند جوانب الطريق، حتة بقى انه هيعمل حائط مثلا ساند اللي بيحدده المهندس الانشائي، لكن الحتة دي خاصة برضو بالناس بتوع التربة. انا دوري ان انا اقول له السطح بتاعي كذا، سند جوانب الحفر ده بتاعه هو بقى، او الردم. اتفضل. نحسب الران اوت ازاي؟ هي ليها طبعا الشيت اكسل بيحسب الران اوت ران اوف،
لكن هي ليها طريقة بشكل نظري، ممكن أبعت الملزمة بتاعتها للمهندس محمد يرفعها لكم إن شاء الله. أنا شارحها كده في ملزمة حوالي مثلا 15 ورقة، إن شاء الله مفيدة بدون ما أتكلم يعني. كمل يا باشمهندس محمد لمؤاخذة. المهندس احمد حسني بيقول لو تفضلتي هندسه بالبروفايل في اختيار اوفست، ايه الفرق بينه وبين المنسوب اللي عملته حضرتك للفيرما؟ في اختيار اوفست. تمام. بص يا باشمهندس، هي الفكره ان انا عندي الاينمنت، انا عامل البروفايل ده فوق الاينمنت مباشره، تمام كده. وممكن يبقى عندي الاينمنت وانا عايز اعمل بروفايل بس بعيد منه مسافه عرضيه، مش مسافه راسيه. اللي انا عامله مسافه راسيه، نازل مسافه راسيه. لكن لو انا عندي الاينمنت وعايز اعمل بروفايل على بعد مثلا 10 متر منه، فدي البروفايل اوفست. يا باشمهندس نطلع احداثيات المهندس مصطفى جمال بيقول ان نطلع احداثيات ومنسيب في شيت ازاي؟ طيب تمام، عايز تطلع احداثيات ومناسيب في شيت. بص يا فندم، نشرحها دي يا باشمهندس احمد، ولا نخلي الاسئله كلها في الفيديو المنفصل؟ باشمهندس محمد، زي حضرتك هو احنا معانا 10 دقايق يعني لو حضرتك طيب تمام. بص يا باشمهندس، يعني انا دلوقتي عندي، تعالى نشوف السيرفس كده، كرييت سيرفس، سوري، ننظر السيرفس اللي موجود عندنا، اشرحها لك بشكل سريع، وان شاء الله لو في امكانيه نشرحها في الفيديو بتاع الاسئله. نقول مثلا ان احنا عايزين ستايل بوردر اونلي. حلو، فلك روح مثلا اقول له هنا بوينت، كليك يمين اقول له كرييت نقطه، النقطه دي هنحطها هنا، هنديها مثلا ديسكريبشن اكس مثلا، هنديها اليفيشن 0. تمام، شايف حضرتك دي نقطة، تمام كده. النقطة دي منسوبها 0، كنترول 1، ليفل بتاعها كام؟ 0. لو قلت له كليك يمين وقلت له هنا اليفيشن فروم سيرفيس، خد لي منسوبها من سطح ارض طبيعية مثلا لحد السطح اللي انا عايزها تاخد المنسوب منه، هلاقي النقطة دي خدت منسوب. تمام، طيب انا لما كريت النقطة دي اتحطت عندي في الاول بوينت جروب، ظهر هنا الاول بوينت جروب اللي فيه نقطة واحدة. لو انا حابب اصدرها اخرجها بره البرنامج، بقول له اكسبورت بوينت، صدرها تمام بصيغه بي ان زد دي سبيس ليميتد بره البرنامج، اختار المكان اللي انا هحفظ فيه على الديسك توب، نختار تم ارابيا مثلا، ونختار اسم الفايل ونقول له اوكي. دلوقتي الفايل بقى موجود عندي يا باشمهندس، اسمه 1، في النقطه بتاعتي، في رقم للنقطه، في الايستنج، في النورسنج، في الاليفيشن والديسكربشن. ممكن كمان تاخد الكلام ده وتحطه في اكسل شيت، حتى انا كوبي واروح هنا اقول له كليك يمين واقول له ان انا عايز هنا اكسل، دبل كليك واقول له هنا كنترول بي. طبعا الكتابه دي كلها نزلت في العمود رقم واحد، يعني الكلام ده كله في العمود رقم واحد. هتسلك على العمود ده وتروح تقول له هنا داتا، وتقول له تكست كولم، تقول له نيكست، نيكست، فينش. هتلاقي كل حاجه بقت، ده رقم النقطه، ده الايستنج، ده النورثنج، ده الاليفيشن، وده الديسكريبشن الخاص بيه. ماشي، ممكن ابعت حاجات كده للمهندس محمد برضو ان شاء الله يحطها على الصفحه. يعني مش هندخل بقى في تفاصيل كود و1000 ورقه والكلام ده، حاجات كده مختصره ان شاء الله تفيد الناس. سؤال، متى نستخدم منحنى دائري ومتى نستخدم منحنى انتقالي؟ المنحنى الدائري في العادي يا باشمهندس شكري، في العادي انا بستخدم المنحنى اسمه سيمبل، سيمبل كيرف. بستخدم الترانزيشن كيرف لو انا عندي مثلا تانجنت وتانجنت والزاويه بينهم حاده جدا، فحتى لو عملت السوبر اليفيشن العربيه هتطلع بره المسار، فبعمل منحنى عكسي اسمه السبايرال كيرف او منحنى انتقالي. مهمته انه العربيه وهي داخله على الكيرف الاساسي اللي هو الكيرف الاساسي بتاعي تبقى سرعتها اقل. تمام، انا داخل فلقيت كيرف قدامي فهديت السرعه فدخلت على الكيرف الاساسي بسرعه قليله، دي فكره السبايرال كيرف، كيرف عكسي صغير قبل الكيرف. حساب كميات قطع وردم، طبعا هنتكلم في القطع والردم. في أسئلة تاني؟ تمام. هو في سؤال المهندس عمرو بيقول هل ينفع لو في طريق الليفلنج مرفوع بميزان قامة أقدر أدخل المناسيب دي أو القرايات دي؟
للبرنامج لعمل سطح وحساب كميات. طبعا ينفع، تمام ودي برضو من الحاجات المهمة جدا. ماشي، هستأذنك. كات الأسئلة دي يا باشمهندس محمد، ها جنب بعضها كده. لا محتاجة فيديو تاني قد فيديو بتاع المحاضرة محتاجة أكتر من فيديو المحاضرة. ده حقيقي فعلا. الفريكوانسي ليه مش بتظبط؟ مش عارف يا باشمهندس أنت بتعمل إيه. طب ابعت لي فايل فيه المشكلة وأنا أقول لك ليه مش بتظبط. محتاج الداتا شورت كات. لو في مجال نشرحها يا باشمهندس يحيى، لو في مجال إن شاء الله نشرحها. ده الشورت كات دي حوار. تمام. مهندس توفيق بيسأل مناسيب محور الطريق كيف نخرجها؟ مالها؟ مناسيب محور طريق إيه؟ كيف نخرجها أو نستخرجها يعني؟ جميل، سؤال جميل. بص يا فندم، أنا عندي هنا alignment، تمام؟ ممكن أروح دلوقتي أقول له إن أنا محتاج إن أنا أضيف نقط ميجر alignment، ماشي؟ فين الالاينمنت بتاعي؟ طبعا اتفضل ادي الالاينمنت بتاعي. اي بروفايل بالظبط انت هتربط عليها؟ على ديزاين بروفايل. اوكي، بيقول لي هتبدا من ستيشن كام؟ هقول له من ستيشن 0 لحد ستيشن كام؟ هقول له اخر ستيشن. بيقول لي النقط اللي انت هتحطها دي بعيد عن الالاينمنت مسافه قد ايه؟ واخد اوفست قد ايه؟ هقول له 0. الانترفال بين كل نقطه والثانيه انا عايز مثلا عند كل 25 متر تحط لي نقطه، او كل 10 متر تحط لي نقطه، تمام؟ ادي للنقط دي ديسكريبشن. فالمفروض قبل ما نعمل الخطوه دي كان اروح هنا اقول سكيب واروح كده على البوينت واقول له كليك يمين كرييت، اضغط هنا واقول له البوينت، البوينت كرييشن تولز، اي نقطه انا احطها لك اديها ديسكريبشن اوتوماتيك مثلا سنتر لاين سي ال. حلو، نرجع بقى نكرر، نقول له هنا ميجر الاينمنت، نختار الاينمنت، نقول له اوبس ميجر الاينمنت، نختار الالاينمنت من هنا، تمام؟ نختار البروفايل التصميمي ديزاين بروفايل. اوكي، وبعد كده ستيشن 0 لحد اخر ستيشن، الاوفست 0، الانترفال 10. هو هيحط لي دلوقتي نقط، وزي ما حضرتك شايف كده النقط دي واقف على اي نقطه هتلاقيه واخده منسوبها منين؟ من الديزاين بروفايل. ماشي، حابب انك تخرجهم بقى في اكسل شيت في نفس الكاتب، بص روح على البوينت جروب، كليك يمين قول له نيو، واقول له ان انا عايز احط في البوينت جروب ده النقط اللي هي بتاع السنتر لاين، وانكلود الجروب ده بيحتوي النقط على حسب الديسكريبشن سنتر لاين، واقول له هنا ابلاي، هلاقي ان هو حط لي بس النقط اللي ايه اللي الديسكريبشن بتاع سنتر لاين. حابب انك تصدرها بنفس الكيفيه، كليك يمين اكسبورت اللي احنا اتكلمنا بيها من شويه، بي ان زد دي. اوكي، ونسمي الفايل ده مثلا 2 ونقول له اوبن. اوكي، دلوقتي بقى عند حضرتك فايل اسمه 2 في النقط بتاعتك، نقط السنتر لاين ورقم ايستنج نورثنج اليفيشن ديسكريبشن. لو عندي نقط معمول لها بلوك على الاوتوكاد ازاي اعمل منها سطح؟ اتكلمنا تقريبا في النقطه دي ولا ما اتكلمناش؟ لو انت حضرتك عندك بلوك يا باشمهندس، انا اسف جدا 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 جدا. لو في عند حضرتك بلوك، خلونا نفتح فايل جديد. احنا هنتكلم باشمهندس عبد الرحيم، قصدي حضرتك ما دخلتش ليه عليها وظبطتها في الفريكوانسي، في حاجات مهمه خصوصا الست خيارات. معلش انا مش فاهم سؤالك، بس لو على الفريكوانسي احنا هنتعرض لها في الانترسكشن، احنا هنتكلم عن الفريكوانسي في الانترسكشن ان شاء الله. سيركل نقول مثلا 1 من 10، السيركل دي ممكن نعمل لها بولي لاين كده في ال انتر، لاين كده كمان، تمام؟ سلك على الكلام ده كله وقول له بي انتر بلوك، حول الايه؟ حول الشكل ده لبلوك 1 مثلا، سلك على البلوك ده كنترول 1 نديله مثلا منسوب، او تعالى ايه نكبير كده منه سي او. طب اعمل حاجه بسيطه بس تديك الفكره يا باشمهندس، ها؟ دول شويه نقط مناسبهم صفر، خلي منسوبهم 10 مثلا، والنقطة دي مثلا لوحدها خلي منسوبها 10 و2 من 10،
والنقطة دي يبقى منسوبها 9.8. ماشي، دول بلوكات يا باشمهندس، سألك عليهم كده، بلوك ريفرنس كلهم. ماشي، ممكن تروح على سيرفيس، كليك يمين كريت سيرفيس، السيرفيس ده هتسميه باسم السطح، بعد كده هتدخل هنا على السيرفيس تقول له ديفينيشن، وتقول له ان انا عايز اعرف من خلال drawing object، كليك يمين اد، وتختار هنا الداتا بتاعتك عباره عن بلوك، تسلك عليها بالشكل ده وتقول له انتر، كده عرف لك سطح من الايه؟ من البلوك المفروض. طبعا هنا الانترفال او ممكن يبقى الستايل بقى هو اللي فيه مشكله كبير، ممكن نقول له ايه؟ اديت الستايل، ونديله بقى ايه؟ ستايل. طبعا احنا واخدين مسافات قليله جدا، كونتور انترفال دي نخليها 0.01 عشان يظهر معانا شكل الايه؟ شكل السطح. محتاجة انها تكبر شوية يا باشمهندس. ماشي، تاني drawing object، كليك يمين هات، نختار هنا البلوك، سلك، مش عارف يمكن انا مختار سكيل صغير، هو مرحل، مش عارف ليه مرحله، بس هي دي الفكره يا باشمهندس. ممكن تعرف من البلوك ريفرنس مباشره، او ممكن تدخل على نقطه واحده من البلوك كده تقول له كليك يمين، تقول له هنا بلوك اديتور، ادخلك على البلوك. طبعا البلوك ده هنقول له بوينت، نحط بوينت عاديه خالص، بوينت كات، ونحطها هنا في السنتر بتاع البلوك، وبعدين نشيل كل عناصر الايه؟ البلوك بالشكل ده، وبعدين نقفل الايه؟ البلوك اديتور، ونحفظ نسيب. كل النقط اتحولت عندي يا باشمهندس، او كل شكل البلوكات اتحولت لنقط، بس هي برضو لسه ايه؟ لسه بلوكات. طب عايزين نسلك عليها كده ونقول له كنترول واحد، برضو لسه بلوكات. طب انا عايز احولها لنقط، فاقول له اكس انتر، الاقيها انها اتحولت لايه؟ لنقط. اكس انتر، بعد كده ممكن تسلك، وبعدين تروح تعرف السطح من خلال، طبعا تحولهم الاول من هوم، تروح على البوينت وتقول له كومبير تو كات بوينت، حول النقط كات، سالك على كل النقط دي، انتر انتر انتر، بالديسكريبشن دلوقتي للنقط، كل النقط تحولت لنقط 7 3 دي، تقدر تعرف منها صح